بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. ابن عبد الوهاب: يشتمونه وهم لا يعرفون ما فيه، يتكلمون عنه ويحذرون من الوهابية وهم لا يعلمون ما هي الوهابية. هذه إحدى وصفات الرخيصة التي يعني يقنع بها الوهابية صبيانهم، وتأتي عليها قصص والرواية العجيبة التي في يوم من الأيام رويناها عن الحويني وعن إسناده فيها، أنه كان رجل في تركيا وكان يشتم الإمام ابن عبد الوهاب والمؤلف يعني الشيخ هذا الوهابي أعطاه كتاب ابن عبد الوهاب مغلفا بكتاب آخر، والقصة دي لها شاهد أيضا في الهند، وربما تجد لها شاهدا في أندونيسيا، وربما شاهد ثالث في موزمبيق. على هذه الشاكلة ابن عبد الوهاب ليس فيه إلا الكتاب والسنة، غير صحيح يا أخي، غير صحيح. ابن عبد الوهاب يسخر نصوص الكتاب والسنة ليخرج بها أهل الإسلام من إسلامهم، وذكرنا مرات وكرات أن هذا هو منهج الخوارج، كما روى البخاري معلقا عن ابن عمر قال: كان ابن عمر يراهم شرار الخلق، يقول: عمدوا إلى آيات من كتاب الله نازلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. هو الخوارج ماذا يفعلون؟ ماذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني إيش؟ هم من المصلين. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت للخوارج سوى الكتاب والسنة. فالمشكلة ليست في الكتاب والسنة، المشكلة في فهم الكتاب والسنة وفي تسخير الكتاب والسنة لعقائد فاسدة، ليجعل القرآن والسنة تابعا لرأيه ولضلاله في فهم الأشياء. هذه القصة الشائع عند الوهابية أن أهل السنة والجماعة يردون على ابن عبد الوهاب وهم لا يعرفونه، قد تكون صحيحة في عوام المسلمين، أو ربما في عوام المتصوفة، والذين أجزم جزما تاما بأن الواحد منهم إذا جلس في جو وهابي سيكون وهابيا، لأنه يجهل التصوف أكثر ما يجهل الوهابية، فهو اعتاد أن يتكلم بغير علم، اعتاد هذا المتصوف الجاهل أن يتكلم بغير علم فيشتم الوهابية. نحن لا نرتضي شتيمة الوهابية، إنما ننتقصهم. لماذا ننتقصهم؟ لمخالفتهم ما عليه علماء الإسلام. ابن عبد الوهاب يحتج بكتاب السنة، نعم يا أخي يحتج بكتاب السنة، كشاني كل الخوارج، الحرورية قاطبة، الأزارقة قاطبة، كلهم يحتجون بكتاب والسنة، ولا يخرجون عن الكتاب والسنة لعلمك، لا يخرجون عن الاستدلال بها. أما الكتاب والسنة فهما يلعنان هذه الأصناف. لماذا؟ لأنه يختار من القرآن والسنة أشياء فيقول: انظر، ليس عندي القرآن والسنة، عنده آيات الله تعالى أنزلها في المشركين: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، جعلها في المؤمنين المصلين الركع السجود الذين يقولون في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. جعل هذه الآية في المسلمين وقد نزلت في المشركين مخالفة للكتاب والسنة. فانظر، كتب الأشاعرة كلها عقليات وكلها قضايا وفلسفة أشياء كذا، الفقه من أوله إلى آخره ما في قال الله يا أخي، الفقه من أوله إلى آخره ما في قال الله. انظر ماذا، واحد مرة من إخوان ما الوهابين هؤلاء، كنا في مصر، فقال: يا أخي لنعترف، وعلى أساس هو كان شافعي، يقول عن نفسي شافعي، لنعترف أن كتبنا ليس فيها أدلة،
قال له بعض إخواننا الحاضرين ما هي الكتب التي ليس فيها أدلة؟ قال أنا مثلا قرأت المقدمة الحضرمية لما جد فيها كتاب السنة. قال تريد كتاب السنة من كتب مقدمة حضرمية؟ هذا متن صغير للمبتدئين، كتب الاستدلال هذه للفاهم، عد إلى الماوردي، عد إلى القدوري، قدوري حنفي لكن يناقش الشافعية فيما في المسائل، عد إلى ابن عبد البر، عد إلى البيهقي، عد إلى الطحاوي. فكتبنا ليس فيها كتاب السنة، هذا من العبث. طبعا الوهابية يعني كتبهم يعني كتب كلام شيوخي ما كله كتاب السنة، إنما يأتي كتاب السنة للتلبيس على العوام حيث تجعل كتاب السنة في غير محلها. وهذا من الإلحاد في آية الله على فكرة، إن الذين يلحدون في آياتنا، إذا هذا من الإلحاد، ميل بالآية، الآية التي نزلت في مشرك تجعلها في مسلم، هذا من الظلم. فابن عبد الوهاب يا أخي ليس مظلوما بل هو ظالم للمسلمين جميعا. وقولنا فيه ليس بلا علم، بالنسبة لي عبد الفقير يعني حتى هو بعض الناس يعلق قبل أن يسمع التسجيل، بالنسبة لي قرأت كتبه وامتحنت فيها على كبار شيوخكم الكبار، على كبار مشايخ الوهابية، قرأت التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، القيح والصديد، كل البلاء هذا الذي يعني في تكفير المسلمين قرأناه. واختبرنا فيه وعلمنا كيف يكفرون المسلمين بالجملة. احترموا عقولنا. الآن 140 شخصا أرسلوا قصصهم في تركهم الوهابية، ومن داخل الجزيرة العربية، ما بين أستاذ جامعي وما بين عالم وما بين طالب علم متقن وما بين راعي أغنام في البادية. والله هذا حال الذي يحصل، من رعاة الأغنام والإبل يتصلون ويقولون هذا الدين فاسد الذي كنا عليه، هذا الاعتقاد في الله سبحانه بأن له أبعاض وله أجزاء وله كذا وكذا، أشياء لا تناسب مقام الله العلي الكبير. أخذ المتشابهات وجعلها محكمات، وهو لم يخرج عن كتاب السنة طبعا، لكن خرج عن فهمها. فالمشكلة يا أخي ليست في الكتاب والسنة، إنما في فهم الكتاب والسنة. وابن عبد الوهاب اطمئن تمام الاطمئنان، فتشوا كتبه تفتيشا، ورد عليه العلماء سابقا، ومن أوائل من رد عليه أخوه. وافتراض أن الذين يردون على ابن عبد الوهاب لم يقرأوا كتبه، أنتم بهذا تخدعون أطفالا صغارا. كبار وأصحابكم لا يقبلون هذا. أنتم ترون الوهابيين السابقين الذين تربوا على كتب ابن عبد الوهاب هم الذين ينقضونها الآن في تسجيلات. من فيه هداية وفيه خير رجع إلى الخير والحق. هذا انظر الشيخ محمد عبد الواحد، هذا منكم، حتى قال انه يعني كان يحضر في درس في الازهر، وكان ياتي الى درس شيخنا الشيخ على الجمعه، انا ذا كان وهابيا متعصبا كثير، كان هكذا درس الشيخ يحضره الجميع، وياتي بعضهم يقول هذا الشيخ الازهري اللي عامل حاله حاجه يعني ايش نختبره ونبين للناس جهله وضلاله. الواحد منهم هكذا يجلس، بعضهم يبقى معايدا عدة أشهر وعدة سنوات ثم لا يستفيد شيئا، وبعضهم لا يهتدي من أول جلسة، من أول جلسة يهتدي. فأفيقوا، الذين يخرجون من وهابيتكم ليس صوفية تلوث بها قبل أيام وزعت له كتب في الحج، لا، الذين يخرجون منها هم ناس قرأوا كتبكم وحفظوها. هو ابن عبد الوهاب يشتمونه وهم ينتقصونه وهم لا يعلمون من هو، كلمة واسعة جدا. عرفناه جيدا في كتبه، في كتاب التوحيد، في كتاب الأصول الثلاثة، في نواقض الإسلام العشرة، في كشف الشبهات، فيما كتب عنه من أصحابه وإخوانه، تاريخ نجد، عنوان المجد في تاريخ نجد، ابن عباد وابن بشر. فإذا يعني ارحموا عقول من يتابعكم، لأنهم سيخرجون من هذا الطوق
كيف تفترض الجامعة الإسلامية؟ كنا في مجلس في مرة من المرات في مؤتمر، أذكر بعض الأسماء لا مانع يعني من الجالسين على المنصة، يعني الذين أذكر أسماءهم يعني جيدا والتقينا قدرا يعني بدون ميعاد، دكتور محمد عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة في الكويت سابقا، الدكتور أسامة الرفاعي اللبناني أستاذ جامعي وقاضي في محكمة ومفتي، والعبد الفقير، ثلاثة، وكان عندنا واحد من العراق نسيت اسمه، وآخر من بلد آخر أيضا نسيت اسمه، لكن القدر هكذا الحقيقة لم يكن يعني مشاهير، قدرا نحن نجلس على في المؤتمر في على طاولة في الإفطار الصباح، نحن الخمسة كلنا متخرج من الجامعة الإسلامية، الكل متخرج من الجامعة الإسلامية، الكل، والكل على طريقة أهل السنة والجماعة، أشعري صوفي، فأفيقوا والله يشتمون ابن عبد الوهاب وهم لا يعلمون، والكلمة وهذا واسعة جدا، هذه تصدق في بعض الجهلة في أقاصي القرى من المتصوفة، لكن العلماء لا يتكلمون بدون علم، لا نستطيع يعني، مرات كثيرة يأتينا السؤال، أحيانا بعض الإخوة يسألون السؤال 50 مرة، بعض الإخوة في التعليقات، وأؤجل الجواب لأن الحقيقة إذا لم يكن عندي علم يقيني أو غالب على الظن أو عندي بوثائق أتكلم فيها لا أتكلم بلا علم. فإذا اتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.